موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها أنواع دلالة الأسماء الحسنى. أنواع دلالة الأسماء الحسنى هي على ثلاثة أنواع، فدلالتها على الذات مطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها التزاما. مثال على ذلك: اسم الله تعالى الرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى، الرحمن الرحيم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى مطابقة، ويدل على الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا. يعني اسم الرحمن أو الرحيم هو اسم الله، تضمن صفة الرحمة، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها التزاما كالحياة والقدرة. يعني يلزم من كونه رحيم أن يكون حيا، أن يكون قادرا. هذه الصفات دلالة بالالتزام، وهكذا سائر أسمائه، وذلك بخلاف المخلوق. فقد يسمى المخلوق حكيما وهو جاهل، ويسمى المخلوق عادلا وهو ظالم، ويسمى عزيزا وهو ذليل، ويسمى شريفا وهو وضيع، ويسمى كريما وهو لئيم، ويسمى صالحا وهو طالح، ونحو ذلك. ولذلك أسماء الله سبحانه وتعالى دلالتها على الأسماء ثلاثة أنواع كما ذكرنا: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الحافظين والمقيمين لأسماء الله الحسنى، والحمد لله رب العالمين.